أهلا بكم من جديد. ناشدت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني إيرينا فيريشوك سكان الأراضي التي تسيطر عليها روسيا في الجنوب بالإخلاء حتى لا تتمكن قوات الاحتلال من استخدامهم كدروع بشرية في حالة حدوث هجوم مضاد أوكراني. تصريحات فيريشوك تأتي غداة إعلان واشنطن إرسال مساعدات عسكرية جديدة لكييف، في حين كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن عن تخصيص 368 مليون دولار مساعدات إنسانية إضافية لدعم الأوكرانيين النازحين داخل بلادهم واللاجئين الذين فروا إلى خارجها بسبب حرب روسيا والتي وصفها بالوحشية. القوات الروسية تصنع جحيما في شرق أوكرانيا. حصيلة قتل الحرب تواصل الارتفاع في ظل قصف بلا هوادة على بخموت وسلوفيانسك وكراماتورسك. حكام المناطق الواقعة شرق أوكرانيا اتهموا الجيش الروسي في رسائل على تطبيق تيليجرام بإحراق الأراضي واستهداف مناطق سكنية عن عمد وقصف الآلات الزراعية والمحاصيل. السلطات الأوكرانية ناشدت سكان المناطق التي تسيطر عليها روسيا في الجنوب بالإخلاء حتى لا تتمكن قوات الاحتلال من استخدامهم كدروع بشرية في حالة حدوث هجوم مضاد. الرئيس الأوكراني زار مواقع على الجبهة لإيصال رسالة دعم للقوات المقاتلة. أود أن أهنئ جميع المسلمين في أوكرانيا وفي العالم، وأتمنى النصر لحكم السلام والهزيمة الدائمة للشر بكافة أشكاله. هذه التهنئة أوجهها لتتار القرم على وجه الخصوص، وأعتقد أنه سيأتي عام نهنئ فيه بعضنا البعض داخل شبه جزيرة القرم المحررة. وكالة الصحافة الفرنسية نقلت عن خبراء عسكريين قولهم إن منظومات صواريخ أمريكية مكنت الجيش الأوكراني من تدمير أكثر من 10 مستودعات ذخيرة روسية وراء خط المواجهة. الولايات المتحدة أرسلت لأوكرانيا المزيد من المساعدات العسكرية والإنسانية. اليوم أعلن أن الولايات المتحدة ستقدم دعما إضافيا لأوكرانيا يقدر بنحو 368 مليون دولار، يشمل الغذاء والمياه النقية والمساعدات النقدية ومأوى الرعاية الصحية الطارئة، بالإضافة إلى دعم المنظمات الإنسانية التي تفعل الكثير في هذا الصدد. هناك عمل حاسم على الأرض، لقد فر 11 مليون نسمة من منازلهم منذ بدء العدوان، وهذا يمثل أكثر من ربع سكان أوكرانيا. طول أمد الحرب دفع القوات الروسية لاستخدام عتاد غير مناسب على الجبهة حسب ما ذكرت وزارة الدفاع البريطانية، التي قالت إن الجيش الروسي أخرج عربات MTLB من تخزين طويل الأجل، مشيرة إلى أنها لا توفر نفس الحماية التي توفرها المركبات المدرعة الحديثة، واعتبرتها روسيا منذ فترة طويلة غير مناسبة لمعظم أدوار نقل المشاة في الخطوط الأمامية، كما أخرج الروس دبابات حقبة الحرب الباردة من مخازنهم. انضم إلينا عبر سكايب من كييف المندوب الأوكراني في جامعة الدول العربية وأستاذ العلاقات الدولية فلاديمير شوماكوف، ومن موسكو الأكاديمي الروسي والخبير في العلاقات الدولية فلاديمير سوتنيكوف. مرحبا بكما ضيفي الكريمين. نبدأ معك سيد شوماكوف، يعني ألا هذا التحذير ألا يشير إلى قادم أسوأ سيكون المتهم الأول فيه هو أوكرانيا أو الجيش الأوكراني بأنه يمكن أن يتعامل مع هذه الأرض بسياسة الأرض المحروقة؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل سنة وأنتم طيبين. أنا كمان كنت مستشار حاكم محافظ خرسون، وموضوع بصراحة إجلاء لاجئين الأوكران من هذا المنطقة أنا نظمت منذ شهر شهرين هذه عملية الإجلاء أوكران من هذا المنطقة. وللأسف شديد روسيا هي ترتكب جرائم الحرب كل يوم، وخاصة في محافظة خرسون وفي منطقة دونباس. إن روسيا هي التي تستخدم أو تمارس سياسة أراضي محروقة في منطقة دونباس وأيضا في محافظة خرسون. حول موضوع اللاجئين، هناك إشكاليات لسفر أوكران من هذا المنطقة، لأن روسيا هي تمنع سفر اللاجئين إلى أوكرانيا، إلى مناطق أوكرانية. بعدين روسيا زرعت ألغام في هذه المنطقة، وبعدين روسيا هي تحقق اختطاف رجال من هذه الممر خيري.
يعني بصفة عامة روسيا ترتكب إبادة جماعية في كل المناطق وخاصة في جنوب أوكرانيا للأسف الشديد. وممتازا بأن حضرت سلطة أوكرانية إجلاء الأوكران في أقرب الوقت إلى المناطق أخرى إذا ممكن، أو حتى من مدينة خرسون إلى القارية، لأن اقتربت جيش أوكراني تقريبا 10 كيلومتر موجودين من مدينة خرسون، ونحن في انتظار تحرير هذه المنطقة في أقرب الوقت. ولكن عندي شواغل جدية بأن روسيا سوف تستخدم المواطنين الأوكران في سكان مدينة خرسون مثل درع. ومن المعروف بأن الآن روسيا هي تستخدم أقبية في مدينة خرسون مثل مستودعات للبخائر. سيد سوتنيكوف، كيف ستتعامل موسكو مع هذا التحذير من قبل أوكرانيا التي تريد استعادة أراضيها؟ نعم، أولا أهلا بكم، وأهنئ أيضا الزميل من كييف وأتمنى له عيدا مباركا ولكل المسلمين. وأنا لا أتفق بتاتا مع الزميل من أوكرانيا، ما يقوله في الواقع هو وجهة نظر أوكرانيا، لأن روسيا لن تستعمل أي أشخاص في أوكرانيا كدروع بشرية في الحرب بين أوكرانيا وروسيا. هذا أمر سخيف أن روسيا ستستعمل دروعا بشرية لمنع أي هجومات مضادة من قبل أوكرانيا. هذا مجددا سخيف. طبعا القوات الأوكرانية ستقوم بهجومات مضادة، ولكن هناك سؤال جاد، هل ستنجح أوكرانيا في مواجهة القوات الروسية؟ أنا أشك في ذلك. أيضا ملاحظة حول ما قاله الزميل عن شبه جزيرة القرم وتحريرها. طبعا هذا خيال، نحن نعيش في عالم واقعي، الواقع هو على ساحة القتال. شبه جزيرة القرم لن تحرر كما يقول الزميل أبدا من قبل الأوكرانيين. سمعت ما قاله ضيفنا من موسكو سيد شوماكوف؟ ما أفق هذه، لعل لديك ردا عليه، لكن ما أفق هذه العملية؟ هل ستبدأ قريبا؟ هل هنالك أي صورة واضحة عما ينوي الأوكرانيون القيام به؟ أولا ملاحظة، أنا لم أقول أي شيء عن شبه جزيرة القرم، أنا قلت عن محافظة خرسون. ولكن على كل حال في المستقبل إن شاء الله سوف تكون تحريرا هذه شبه جزيرة القرم، ولكن الآن يدور حديث عن محافظة خرسون. بصراحة للأسف شهيد، أنا كنت واحد من الضحايا عندما روسيا استخدمت المدنيين الأوكران مثل الدار على هجوم مضاد على قوات مسلحة أوكرانية. أنا كنت في هذه الصفوف توابر من السيارات. هذا حدث في محافظة ميكولايف قرب من قرية ألكسندروفكا. على كل حال، متى سوف تكون هجوم مضاد قوات مسلحة أوكرانية؟ أكيد هذا السر. خلال هذه الأيام لمدة تقريبا شهر ونصف، جيش أوكراني كان ينتظرا على أسلحة متطورة وجديدة من بريطانيا ومن أمريكا ومن الغرب يعني بصفة عامة، وخاصة الآن نحن حصلنا على حيمرس، وأكيد حيمرس تتغير توازن القوة في هذه المنطقة. سيد سوتنيكوف، هل تعتقد بأن لدى روسيا إجراءات مضادة لما يطلبه الأوكران من مواطنيهم في الجنوب بالخروج من تلك المناطق؟ ما
هل ستقوم روسيا بمنع سكان المناطق الجنوبية من الخروج من مناطقهم والاستجابة للدعوة الأوكرانية؟ هذا هو سؤالي. نعم. نعم. أعتقد وأنا أقول ذلك بكل صراحة أن روسيا ستفعل كل شيء لتجنب مغادرة السكان لهذه المناطق، وروسيا تستمع إلى رغبة السكان في دونيتسك ولوهانسك. سيد شوماكوف، أي معركة سنشهدها في الجنوب الآن؟ يعني وأنت تحدثت عن هايمارس، والآن يجري الحديث عن أسلحة أيضا بريطانية وصلت مؤخرا. بصراحة الآن موجود في هذه المنطقة هجوم مضاد ولكن تخفيف قوات مسلحة أوكرانية. بعدين في هذه المنطقة أيضا موجودة المبارزة مدفعية بين الطرفين. روسيا للأسف شديد هي تمنع خروج مدنيين من هذه المحافظة. كمان موجود اختطاف رجال. روسيا الآن تعذب في سجن أوكرانيا في سجن خرسون حوالي 700 شخصا وتعذب بطريق عنيف للأسف شديد. يعني بصفة عامة الآن في هذا المنطقة تسيطر التخويف وترهيب وعدم وجود حرية للتعبير للأسف الشديد. زيادة إلى هذا في هذا المنطقة لمدة شهرين لا توجد إنترنت واتصال هاتفي الموبايل والهاتف أرضي للأسف شديد. هناك أيضا ندرة مال أدوية. يعني كل هذه المنطقة هي في حصارة، وروسيا هي لا تستطيع أن تزويد هذه المنطقة بحاجات العادية للمعيشة السكان، ولذلك أغلبية ساحقة من السكان هم يرغبون تكحكر من محافظة خرسون، لأن الناس يتذكرون إبادة الجماعية الروسية في منطقة بوشا وفي إيربين، وهناك بصراحة حالة كبيرة، لأن من المنتظر بأن سوف تكون تراجع قوات مسلحة روسية من محافظة خرسون أو من مدينة خرسون، وروسيا سوف تقترف إبادة الجماعية مثل هي حققت في محيط كييف. سيد سوتنيكوف، هل ستكون المعركة القادمة في الجنوب هي المحدد الأساس للوجود الروسي على الأراضي الأوكرانية وسياسة روسيا لاحقا؟ أولا لن أعارض ما يقوله الزميل الأوكراني. طبعا هناك براهين واضحة تظهر أن ما حصل في بوتشا من فظائع كان مدبرا من قبل الأوكرانيين، ثم يتكلم يعني عن تعذيب سجناء الحرب. سيد سوتنيكوف، قتل الأوكرانيون أبناءهم من أجل إدارة روسيا، بأي منطق؟ أنا أجيب عن سؤالك، لن أتكلم عن هذه الادعاءات. أعتقد أعتقد أن الحرب في الجنوب ستكون حازمة، وأجزم أنه لا يمكن بتاتا لأوكرانيا أن تنتصر. أما بعد خسارة أوكرانيا فسيكون هناك هدنة، ولا نعرف ما معنى هذه الهدنة. هذا الصراع يستمر منذ أشهر. سيد شوماكوف، ما الحدود التي ستتحرك فيها روسيا؟ دنباس وشريط موصل إلى أوديسا فقط، أم هنالك مخطط آخر برأيك وتحاول أوكرانيا منعه؟ روسيا سوف تهاجم على في منطقة دونباس فقط، عند جيش روسي هو منهك لهجوم على مدينة أوديسا. قبل هجوم على أوديسا من الضروري احتلال منطقة ميكولايف، ولكن منذ شهرين هربت قوات روسية من محافظة ميكولايف إلى محافظة خرسون، ولذلك مدينة ميكولايف ومحافظة ميكولايف هي مثل حصن منيع لروسيا.
وحاول الآن نحن نلاحظ المحلة في منطقة دونباس، لأن جيش روسي هو منهك، وبسبب الخسائر الضخمة في منطقة دونباس كما قال بوتين، روسيا تحتاج إلى المحلة، بمعنى بأن روسيا سوف تحقق إعادة تجميع قواتها في منطقة دونباس، ولكن كما نقول جيش روسي منهك، وهدف أساسي قوات مصالحة أوكرانية هذا استنزاف روس في منطقة دونباس، ولكن سوف تكون تحرير مدينة خرسون على كل حال، لأن موقع هذه المدينة هي استراتيجيا غير مريح أو غير مفيد لروسيا، ولذلك سوف تكون انسحاب قوات مصالحة روسية من محافظة أو من مدينة خرسون سامحني على ضفة الشمالية، سوف تكون هذا إن شاء الله في أقرب الوقت. من كييف فلاديمير شوماكوف ومن موسكو فلاديمير سوتنيكوف، شكرا جزيلا لكما. نبقى في هذا الملف، ومعنا عبر سكايب من ولاية أوهايو الخبير العسكري الأمريكي بيتر منصور. مرحبا بك سيد منصور. هل تعتقد بأن ما لدى الجيش الأوكراني من عتاد وتعزيزات مدت له عسكرية من ناحية التجهيز من قبل الغرب والولايات المتحدة كفيلة بجعله يخوض معركة الجنوب بأقدام واثقة؟ طبعا دائما هناك أمل، ولكن لا أعتقد أن هذه التعزيزات ستكون كافية، إلا أن ما نرسله هو مهم كأنظمة هايمار التي تسمح لأوكرانيا أن تستهدف مراكز المدفعية الروسية وكذلك مخازن الأسلحة وذلك داخل روسيا، وهناك أيضا ذخائر إكسكاليبر الدقيقة للغاية التي ترتكز على نظام جي بي إس، فهذه الأسلحة دقيقة وربما تغير من توجه المعركة على الأرض، ولكن هم في أوكرانيا يحتاجون إلى المزيد إن أرادوا استعادة خرسون ومناطق أخرى في الجنوب. ما حجم المغامرة عند الإعلان رسميا من قبل الأوكرانيين أنه على سكان الجنوب أن يغادروا؟ ألا يعطي ذلك فرصة للروس أن يحتجزوا أو يتخذوا من سكان هذه المناطق دروعا بشرية؟ لست متأكدا أن استعمال عبارة دروع بشرية هو استعمال دقيق، ولكن المدنيين سيعلقون بين نارين كما رأينا في ماريوبول وأماكن أخرى، أكان ذلك متعمدا أم لا من قبل روسيا؟ المدنيون دائما يدفعون ثمن القتال ليس فقط في خرسون بل في أماكن أخرى من الجنوب. الحكومة الأوكرانية بالتالي تريد أن يغادر المدنيين لتكون ساحة القتال خالية ويكون القتال بين الجيشين فقط. لا أعتقد أن روسيا ستسمح للأوكرانيين أن يتجولوا بحرية في المناطق التي يحتلها روسيا، مما يعني أنهم محتجزون ضد إرادتهم، وبالتالي بهذا المعنى يمكن أن نتكلم عن دروع بشرية. التعويل على إنهاك الجيش الروسي، كلفة الحرب بالنسبة له، كلفة الإمداد أيضا بالنسبة له في بعض المناطق خاصة في المناطق التي يحتاج إلى المرور عبر جيوب لكي يصل إليها في أقصى غرب دنباس والكل في منطقة الشرق، كل ذلك هل هو تعويل في محله أم أنه تعويل يحتاج الكثير من الوقت؟ نعم، من دون شك نحن نواجه الآن حرب استنزاف وستستمر لأشهر وربما لسنوات إن لم يكن هناك من حل سياسي، وعلينا أن ننتظر لنرى أي فريق سينهار أولا. إن بقي الغرب موحدا واستمر في مد أوكرانيا بالسلاح والذخائر التي تحتاجها أوكرانيا، لا أعتقد أن القوات الأوكرانية ستنهار، لأنه لديها إرادة استعادة أراضيها وسيادتها. أما روسيا فلديها اقتصاد يتعادى ولديها مشاكل أيضا
للتعويض عن خسائرها على ساحة القتال، وعلينا أن نرى كم يمكن لروسيا أن تستمر في حرب الاستنزاف في منطقة دونباس. لماذا لم نعد نسمع عن احتمالات الهدنة وحظوظ المفاوضة السياسية؟ أعتقد أن المشكلة الأساسية هنا هي الموقع التفاوضي لكل من الدولتين. ليس هناك من نقاط مشتركة للتفاوض. لو أردنا أن تكون هناك هدنة لابد من أن يتفق الفريقان على شيء واحد على الأقل، وهذا ما لا نراه الآن. روسيا تريد أن تكون أوكرانيا ضعيفة وتستمع لإملاءات روسية، ويريدون السيطرة على منطقة دونباس وعلى شبه جزيرة القرم وعلى منطقة برية تربط بين الاثنين، وكل ذلك يعتبر خطا احمرا بالنسبه للحكومه الاوكرانيه. فان لم يتفق الفريقان على بعض النقاط المشتركه، او ان لم يكن هناك تفوق عسكري من فريق على اخر على ساحه القتال، لا يمكن ان نرى حلا متفاوضا لهذه الحرب. الى اي حد بامكان معركه الجنوب هذه ان تكون محددا للاحق الوضع الميداني بالنسبه لكلا الطرفين؟ أعتقد أن الأمر يمكن أن يكون حازماً، بمعنى مثلاً أن روسيا لم تتمكن من السيطرة على كييف وخاركيف، والحرب في بدايتها كانت مأساة بالنسبة لروسيا. أما الآن فرأت روسيا سبيلاً آخراً للتقدم عبر استعمال منتظم للمدفعية وتدمير المواقع الأوكرانية لتتمكن القوات الروسية من التقدم. لو استمرت في هذا روسيا في هذا النهج يمكن أن تفوز، ولكن أوكرانيا أيضا يمكن أن تعرقل هذا الاتجاه وتدمير مراكز المدفعية ومخازن الذخائر الروسية، وأن تستعيد بعض المراكز المهمة كخرسون بفضل الأسلحة الغربية. فقد تستعيد أوكرانيا الزخم وتستعيد بعض الأراضي، وهذا يعني أن الحرب ستطول. منطقة الشرق دنباس، يعني هل أحكمت السيطرة عليها وأصبح بعض النقاط الأساسية فيها أصبحت متجاوزة بالنسبة للأوكرانيين حتى يركزوا على الجنوب الآن؟ نعم، من دون شك غالبية لوهانسك تسيطر عليها روسيا، وأيضا جزء كبير من دونيتسك، وبالتالي دونباس محتلة من قبل روسيا إلى حد كبير، وهم سيبدأوا بإنشاء وكالات إدارية في هذه المناطق، ويستعدون أيضا لإعلان هذه المناطق على أنها جزء من روسيا. طبعا يجدر أن نرى أيضا ردة فعل الأوكرانيين هناك. هناك الكثير من المعارضة السلمية للسيطرة الروسية. إن كانت هذه الحركة ستزداد أم لا، علينا أن ننتظر لنرى. إن كان تصرف المواطنين سيجعل من الصعب على روسيا أن تستمر في السيطرة على هذه الأراضي. من ولاية أوهايو بيتر منصور، شكرا لك.